بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين. معكم بريكي كمال رئيس الجمعية الرياضية للكرة الحديدية سلة الجديدة. كنشرفوا بكم المجيء ديالكم وكنرحبوا بكم في هذه التظاهرة الرياضية اللي كنظموها الجمعية ديالنا. كنرحبوا بالزوار واللاعبين وممارسي الكرة الحديدية كلهم اللي جاوا رحبوا بنا في هذا النهار اللي هو يوم عيد الشغل ويوم كان رياضي كما كتشوفوا، والحمد لله كيدوز في أجواء جميلة. كما ننساش أن ننوه بالسلطات المحلية اللي متمثلة في السيد القائد الفضاء المركزي والسيد الباشا اللي دائما كيكونوا معنا كيساعدونا في أي تظاهرة كنبغيو نمارسوا ولا شي حاجة. الأجواء الحمد لله كما كتشوفوا رياضية 100%. كنحاولوا دائما الجمعية ديالنا كتسهر أنها دير التظاهرات الرياضية على طول الموسم اللي كيتكتشفوا فيها بعض الموهبات، واللي كنحاول يكون دائما الاحتكاك وممارسة الرياضة. كما كتشوفوا يعني التظاهرة يعني على غرار جميع الأندية اللي كتزاولها فتحنا في طريق المنهاج. كنتمنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم اننا تكون عندنا تظاهرات يعني وطنيه جهويه وعلاش لا تدوليه ان شاء الله الرحمن الرحيم، الى باذن الله تم القبول ديالنا ان شاء الله دخلنا العصبه الجهويه القنيطره الرباط سله. وما يفوتنيش انا كما قلت لكم، انا كنرحب بجميع الضيوف كاع اللي جاوا عندنا واللي ساندونا في التظاهر هذا، كنرحب بهم وكنقول لهم مرحبا بكم، ومرحبا بكم عن طريق المنبر ديالكم نتوما اللي كنشرفوا بهم جاوا عندنا اليوم التظاهر هذه. تقريبا عدد ثلاثيه توصل عندنا تقريبا واحد 65 ثلاثيه اللي من مختلف المدن. كاين عندنا من مدينه تماره، مدينه القنيطره، من هنا مدينه سله، من الرباط، يعني اللي كيمثلوا العصبه ديالنا اللي هي العصبه الرباط الجهوي الرباط سله قنيطره. والثلاثيه الحمد لله كلهم يعني مستانسين في هذا الجو. السلام عليكم، سميتي امين موات، انا مشارك في هذا الدوري اللي نظمته سله جديده تقريبا شي دابا 5 سنين ولا 7 سنين بحال هكاك، وانا فرحان حيت انا كنمارس هذه الرياضه. كيفاش كتجيك هذه الرياضه في المغرب؟ واش يعني واخده الحق ديالها ولا لا؟ لا ما واخداش الحق ديالها. هي رياضه عالميه وفي المغرب مهمشه بزاف. شنو الحوايج اللي بغيتي يتبدلوا فيها؟ ايش بتلو بزاف الحوايج، عطاو اهميه كبيره بحال الكره مثلا. كنلعب كره ولكن غير حيت الوالد ديالي كيلعب باش انا بغيت انا نلعبها وعجبتني. كتلقى فيها راحه ديالك؟ واه صح. الوطن اللي كتجي عندنا فيه كتشارك معنا التظاهرة الحبيه اللي كتقام بسلة الجديدة على راسها السيد كمال رئيس النادي، وكنشكر جميع اللعابه اللي خارطوا معنا زعما في هذا اليوم وشاركوا معنا فيه. كنشكرهم جزيل الشكر على التظاهره والنجاح ديالها ان شاء الله. ممارس هذه المده ديال 24 سنه اللي انا ممارس في الكره الحديديه، اختارتها على اساس بانني الصغر كنت كنمارس الكره الحديديه في مدينه الدار البيضاء. مدينة الدار البيضاء كنت كنمارس هذه الهواية هذه ومحب ليها، والحمد لله احنا غاديين بنجاح هذه السنوات هذه الأخيرة. هي لاعب الكرة الحديدية من نادي اي اس بي اس، نادي جديد في مدينة سلة الجديدة. اليوم كاين دوري الحبي اللي دايرينه الكلوب ديالنا اي اس بي اس بمناسبة فاتح ماي، والأجواء كما كتشوفوا راه الناس اللاعب كاين، الحضور كاين، ان شاء الله يكون كلوب بدايه خير على هذه المدينه سله الجديده ان شاء الله. كيفاش كتجيك الرياضه ديال الكره الحديديه؟ الكره الحديديه هي كرياضه في المغرب باقا ما واخداش الحق ديالها، حيت الصراحه باقا الديريجمون شويه خاصو يتطور، حيت هي عالميا نيفو طالع. حنا عندنا يلا كتبدا، يلا كتقول بسم الله. هي تكون نزاهه فيما في اي رياضه اللي كانت النزاهه راه كلشي كيمشي مزيان. مي كتدخلوا عوامل سياسيه ولا عوامل اخرى من غير الرياضه راه كتولي القضيه، كتولي الرياضه ماشي رياضه. وبالنسبه للمطالب كنطالبوا الجامعه وحتى السلطات المحليه باش يوفروا ملاعب بحال الملاعب ديال القرب. كاينين دابا غير كره القدم اللي مشهوره، ولكن كاينه حتى الكره الحديديه، يقدروا اسباس ماشي ياخذش بزاف، وواحد جوج ديال الملاعب ولا ثلاثه في اي كارتي في المدينه ولا في المدن هذيك كيديروا واحد الفرق، كيبعدا كيشجعوا الناس انهم يلعبوا وكيشجعوا على الرياضه انها تبان، كيولي الناس يعرفوا بلا كاين هاد التيران علاش كيصلاح. الكره الحديديه راه كاينه في المغرب، كاين هادي وعندنا ابطال المغرب راه
بالنسبه للكره الحديديه راه اول رياضه اللي كدير الشامبيون دي موند هي الكره الحديديه عندنا في هذه البلاد وما واخداش حقها. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.